الذي يجمع القاسي والداني على أنه إذا كان بخير فإن الوطن بخير، أي خير يرجى، وقد تلطخت صورة القضاء بما جرى في عوكر من تصرفات صادمة اختلط فيها الشأن القضائي بالشأن السياسي. وزيرة العدل وصفت ما جرى بالبهدلة، والوصف أتبناه من دون أي تعليق أو إضافة. إلى أين يسير لبنان؟ ما هي أفاق أزمة التأليف؟ هل تنفرج خارجيا وينعكس ذلك لبنانيا؟ وغيرها من الأسئلة سنناقشها في هذه الحلقة من كواليس الأحد على مدى ساعة من الزمن مع النائب فؤاد مخزومي. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح النور. بدي أشير بداية استاذ فؤاد إلى أن هذه الحلقة منقولة مباشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5، كما أشير إلى أنه ستتم إعادة بث الحلقة بعد موجز أخبار 9:15 مساء. البداية بدي مما جرى في عوكر، تعليقك على الشيء اللي شفناه وتصرفات القاضي غادة عون، تصرفات مجلس القضاء الأعلى، كل هذه الصورة القضائية اليوم، القضاء بخير؟ شوف، نحن لا شك أنه من 2005 لليوم في محاولة لوضع اليد على القضاء، لأنه هالطبقة السياسية حتى تخبي المنظومة اللي عم تتعاطى فيها والمخالفات الدستورية والقانونية والبونزي سكيم واللعبة المالية اللي وصلتنا للتدهور، لا يمكن كانت أن تنجح إلا إذا نحط اليد على القضاء. صفى كل زعيم سياسي عنده قضاته، مثل كل زعيم سياسي عنده ضباطه، كل زعيم سياسي عنده وزراءه، عنده نوابه، للأسف لسوء الحظ. الشيء اللي صار لا شك انه بالنسبة لنا اذا بعد في امل كنا نقول انه في عنا مرجعية غير الجيش انه نتعاطى معها وتحمينا، انا بعتقد سقطت على الويكند يعني اللي صارت فيها. لا شك انه الممارسات اللي صارت فيها خطأ كبير، لانه لا يمكن مثل ما تفضلت خلط القضاء مع السياسي، لانه بهالطريقة ساعتها ما في فصل للسلطات وانتهينا بالنموذج اللبناني الفاشل اللي وصلنا للوضع اللي احنا فيه. بس أنا اليوم بدي أسأل سؤال، وهو اليوم اجتمع معالي الوزيرة مع المجلس القضاء والكل هالمواضيع، ما شفنا في شيء موقف يعني اتخذ، يعني هل الوزيرة دورت الزوايا ضربها وضربها؟ أنا بحترم الكل، أنا اليوم ما عم باخذ موضوع مع حد أو تحدي. ونحن عم نقرأ اللي صار. أنا اللي عم أقول فيه لا شك أنه القاضي عون غلطت بالممارسات وبعملية استعمال المنابر الإعلامية للتحقيقات اللي عم تعملها، لا شك فيها، وهذا الشيء مرفوض بالنظام القضائي تبعنا. إنما بس اليوم هل يا ترى هالملفات يلي فتحتها القاضي عون أو أي شخص تاني، ما اليوم ما نطلع على شخص يعني اليوم فيها، هل هذه قضاء الملفات ملفات أساسية؟ هل هذه الملفات برهنت أنه هناك فساد وعملية هدر لأموال الدولة؟ الجواب نعم. يعني اليوم أنا كنت بتمنى إنه هالهجمة اللي صارت بهالمواضيع، طيب ما كل بعد عم نقول كل زعيم سياسي عنده قضاته، طيب إذا يعتبر هالملفات اللي انفتحت من قبل القاضي عون هي استنسابية وإنه بالآخر فيها توجيه سياسي، طيب ما أنتوا يا قضاة تانيين يلي تابعين للجهات التانية افتحوا ملفات يلي أنتوا بتعتبروا إلى علاقة بالتيار الوطني الحر وخلي العالم كلها تعرف فيها. يعني أنا اللي عم جرب أقوله إنه اليوم لما بتحكي القاضي عون عن الميكانيك، لما بتحكي عن القروض المدعومة اللي هي غير شرعية، لما بتحكي على موضوع انه الدعم اللي عمله الحاكم البنك المركزي لتجار قريبين منه، لما بتحكي على موضوع انطون صحناوي انه هرب البنك تبعه مصاري بواسطة شركات التحويلات وكلياته، هذه ملفات دسمة، هذه ملفات القاسي والداني بيعرف انه فيها فساد. بس المشكل يمكن انه ملفات انتقائية، يعني مثل ما تفضلت حضرتك ما في مانع، انا ما اقول لك لا، لح نعتبر امشي معك على الاخر انه هذه كان في استنسابية على الاخر، في اكتر من هيك. طيب اليوم تيار المستقبل كمان عنده قضاته، يفتحوا ملفات تيار الوطن الحر، والدروز عنده ملفات، يفتحوا ملفات بالاخر حدا تاني. يعني نحن اذا في نية جدية عن هذه الطبقة لمكافحة الفساد وكشف كل هالفساد اللي صار فيها، هي فرصة خي صفوا حساباتكم مع بعضكم بالعلن، بس خلي المواطن يعرف فعليا هذه الملفات الموجودة. انا خوفي ما بدهم أي ملف ينفتح، مش إلى علاقة بالاستنسابية ولا غير الاستنسابية. اليوم لما أنت بيكون في مسؤول سني
وبتنفتح له ملف وهذه هجمة على الطائفة السنية ونفس الشيء على الموارنة تخي يفتحون معلش هجموا بعضكم طول عمركم تحلوا مشاكلكم بالعلن وتنشوا وسيلكم غسل الوسخ لأنه فوتوا فيها خبرونا شو هي بس أنا خوفي أنه هذه شكليات هذه عنتريات بالآخر وهمية لأنه ما حدا عنده نية يفتح الملفات لأنه كلهم فايتين مع بعضهم لما قاموا الشعب بأكتوبر 2019 وقالوا كلهم يعني كلهم نعم كلهم يعني كلهم كل الزعماء السياسيين بيمثلوا كل هالطوائف اللي اليوم بالحكم كلياتها مشاركة بالموضوع وعم نشوف المواقف اللي عم نشوفها من القرار سنة 6433 لموضوع الدعم لموضوع البطاقة كلياتهم بتشوف يلي بيهاجموا بعضهم بالعلن نرجع لعملية توزيع المآرب والمخارج دفين الشيخ زنكي لحطيك أكثر منها جينا انطرح موضوع $200 مليون دعم للكهرباء أوكي طول عمره تيار المستقبل عم يهاجم التيار الوطني الحر سعد الحريري بيهاجم جنوب بسير لأنه هو المسؤول عن فساد الكهرباء صح ولا لا؟ طيب سؤالي لإلك كان يمكن أن يمرر القانون السلف $200 مليون ولا ما يصوت التيار المستقبل معه بأنه بدعمه كان بيمره لأنه لما بتوصل للمصالح شو بدي بقى بالشكليات وبالمسبات والشتائم اللي عن أبرين الشنكسنك سوا ليش انت اليوم انت بتعتقد فعليا اليوم موضوع الكهرباء بس تيار الوطن الحر ما كلاتهم داخلين فيها رح منفصل هذه الملفات كلها بس بدي روح على البعد القانوني للشيء اللي صار بعوكر ينضم إلينا الدكتور أنطوان صفير صباح الخير صباح الخير ولك ولضيفك سعادة النائب العزيز وللمستمعين الكرام صباح الخير أنطوان كيفك الحمد لله أستاذ ماشي دكتور صفير وزيرة العدل وصفت الشيء اللي صار بعوكر بالبهدلة اللي عم بيصير بالقضاء أنت بشو توصفه يعني فجيعة لأنه مثل ما قلت مبارح أنا على التلفزيون صراحة المشكلة قبل عوكر وفيها وبعدها المشكلة طبقة بزنس سياسي حولت الدولة ل ياريت شركة الشركة بيكون لها أصول بيكون فيها أوديت بيكون لها فيها محامين بيكون فيها شغل جدي حولوها لمزرعة المزرعة كلفت أنا مني رجل اقتصاد مثل أستاذ فؤاد ولا مني خبير بهالموضوع لكن بشي بسيط يعني نطلع بين الأموال اللي اتخذت من الديون بين الأموال اللي اتخذت من المصارف وبين الأموال اللي الضرائب وبين الضريبة غير المباشرة مش بالدولة يعني بواسطة استعمال السلطة في مئات المليارات يعني أكبر سرقة في العصر الحديث وبعد لليوم ما في ولا ملف مفتوح وبعد ما بإطار تيار المستقبل بهاجم التيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر بهاجمه بهاجم القوات والقوات بتهاجمه هيدا اللي كان عم يحكي عنه الأستاذ فؤاد مخزومي المخرج كيف بيكون؟ أولا خلينا نقول بكل صراحة ما حصل بالأمس لما نرجع له من ناحية الأموية يؤكد أنه شيء أزمة وطنية في القضاء وبالقضاء شو لازم ينعمل لإنقاذ القضاء هلأ أنت بدي أفترض وزير عادل شو بتقترح يعني بعيد عني أن يكون وزير عدل لا إن شاء الله اللي موجودين أحلى منك يا دكتور لم يتابع لحدا ما هي بدها تكون تابع سياسيا ما نحن وقت اللي إجوا حكيوا بموضوع الحكومة اللي بترأسها الرئيس دياب حكيوا انه حكومة من الاختصاصيين تبين بعد شوي انه كل وزير من مال بيقول انا تابع لجهة سياسية او مرجعيتي السياسية ومش ما بيستحوا يعني وانا بعتقد لهذا السبب انهارت هذه الحكومة وانهار معها ما تبقى من كيان لبنان لان لا عرفوا قادوا المرحلة ولا عرفوا وقفوا الانهيار ولا فتحوا ولا قدروا فتحوا ملفات الفتح بدي سريعا منك الخطوات المطلوبة أولا على الصعيد العام هالاستفاف القضائي اللي قالته وزيرة العدل واللي رئيس مجلس القضاء عم بيحكي فيه دائما وكل يعني كل القضاة حتى نادي القضاة بيعمل بيان هذا الأول من نوعه إنه نادي قضاة بيحكي بشكل واضح وبيشرح ما حصل وما يحصل على صعيد القضاء وكيف ممارسته بلبنان نحن اليوم عندنا أزمة قضاء يعني شو القضاء يعني هو القيم على العدل والعدل أساس الملك يعني العدل بخطر والعدالة بخطر والملكية بخطر السبب اليوم بده يشوف الواحد الموضوع بده يشوفه عن كبر
في سؤالين بسيطين. وهن اولا ما هي الخطوات المطلوبه من القضاء سياسيا عم بحكي في سبيل فتح الملفات ومكافحه الفساد؟ انا لليوم بقول بكل صراحه كمراقب ما في قرار سياسي بفتح ملفات حدا، لم يفتح ملف وصل لنهايته. السؤال الثاني، السؤال الثاني، اذا بدنا نشتغل بتشكيلات قضائيه مش معناتها حررنا القضاء من السياسي. تحرير القضاء من السياسي بيكون بقانون استقلاليه القضاء واحد، اثنين برفع يد فعلي للسياسيين على القضاء، والا سنبقى حيث نحن والى مزيد من الانهيار. خليني اقول لك بكل صراحه، بالامس تواصلت مع بعض الاصدقاء القضاة اللي يعني ما في غبار على مساره، كتار بيقولوا لي يا اخي ما بقى عندنا معنويات، يعني القاضي لا بقى عنده مدخول ولا بقى عنده معنويات، وبدهم يطلبوا منه تقويم الاعوجاج بدوله مهريه، وممنوع يفتح ملفات، اذا فتح ملف ما بيقدر يوصل لخواتيمه. هيدي المشكله اللي حاصله بالامس. المشكله هي ظهرت مشكله، بس المشكله الفعليه هي تضارب صلاحيات، ما عم ينعرف الصلاحيات كيف بين النيابه العامه الماليه اللي هي عندها صلاحيات معينه او النيابات العامه بالمناطق. الموضوع هو انه ينفتح ملف اكس ما بينفتح ملف جريج، بعدين في اسئله القضاء بده يجاوب عنها والدولة بدها تجاوب عنها. لهالسبب أنا بالأمس على التلفزيون قلت إنه ضروري تجتمع حكومة تصريف الأعمال، لأن ما حصل هو ضرب، يعني ضرب شبه قاضي للقضاء اللبناني وبالتالي لما تبقى من هيبة الدولة. اليوم في قرار بفتح ملف بسيط، ما بدي أحكي بالسرقة والنهب والهدر، الأموال المحولة. يا جماعة شغلة كتير بسيطة، جففوا السوق اللبناني من الدولار، وصار الدولار اليوم على ابواب 13 والله بيعرف وين بيصير، والناس ما عادت تقدر تاكل، وبعدنا لليوم مش قادرين نعرف اين هذه الاموال من حولها. انا دكتور أنطوان صفير بدي اتشكرك، وبدي ارجع لضيفي الاستاذ فؤاد مخزومي باستوديو واحد بصوت لبنان، حكي عن شغله الدكتور صفير اللي هي تعويم حكومه تصريف الاعمال، عم بيقول لازم تجتمع، والرئيس الجمهورية طلب بالمرسوم اللي له علاقة بتحديد الحدود البحرية جنوبا اجتماع مجلس الوزراء. انت بتشوف في نية لتعويم هذه الحكومة بالأزمة اللي نحن فيها؟ يعني انا بحزن انه دولة الرئيس المستقيل حسان دياب عم ياخد هالموقف انه هو يعتكف وهو مستقيل. يعني اليوم يعني شيء غريب، ما بعرف مين اللي عم ينصح ويحكي هالكلام، لانه اليوم نحن سنة 79 بيطلع قرار مجلس الشورى الدولي رقمه 340 بالنسبة لموضوع قانون تصريف حكومة تصريف الأعمال، بيقول فيها ما فيها حكومة تصريف الأعمال تقول أنا مني مسؤولي ولا بدي اجتمع، على القليلة بالمواضيع يلي فيها استحقاق دستوري زمني، الموازنة، الانتخابات الفرعية، ما في شغلات بمعزل ما في بدنا نعملها، أو حتى تسيير مصالح الناس بشكل اليوم بسيط. نحن بحالة غير اعتيادية، نحن بحالة كارثة، بحالة طوارئ بلبنان، بموضوع الكورونا، بموضوع الوضع الاقتصادي، بكل هالمواضيع، ومعها رئيس الوزارة على أمل أنه يعترف فيه أنه رئيس وزارة سابق ويفوت على نادي هذا الرياضي اللي عنا إياه نحن نادي الرؤساء الماضيين، عم يجرب يقول أنه أنا شو بدكم مستعد أعمل. يعني هو صفى وسيلة من وسائل الضغط لحتى يسرعوا بتأليف حكومة برئاسة الحريري. يعني اللي أنا بحزن على الدكتور حسان دياب، زلمي منه غاطس بمنظومة الفساد، زلمي بالآخر ما في شيء عليه من هالملفات العالى، بس التاريخ ما حينصفه، لأنه لما كان في إمكانية يعمل رجل دولة وياخذ حل مشاكل المواطنين رفض أنه بالآخر يمارس هالدور الموجود فيه. اليوم ما فينا نجي نحن نقول حكومة تصريف الأعمال. أنا سؤالي لرئيس الوزارة المستقيل والوزراء وكل هالطبقة اللي موجودة اليوم بالحكم، هو أنتم موصفين بالدولة ولا لا؟ أنتم تقبضون معاشات من الدولة ولا لا؟ أنتم لما تقول أنا مدي ما أمارس صلاحياتي، أنت وقفت تقبض مصاري؟ وقفت تقبض معاش؟ خلينا نحكي بكل صراحة، أنت ابتديت الحلقة بتقول بالنظام البريطاني رجل المسؤول بالدولة هو خادم للشعب، سيفل سيرفنت، اوكي. طيب اذا كنت انت اليوم مفروض تخدم هالشعب بهالمركز بمعزل شو علوه او مستوى الوظيفه اللي عندك اياها، انت اليوم بعدك عم تقبض مصاري من العالم،
ما في محل بالعالم يستقيل الشخص ويضل بيقبض معاش بيقول انا مني مسؤول. ما بتركب. هلا هو يمكن شايف انه بدهم يورطوه بقرارات غير شرعيه اللي لها علاقه برفع الدعم. خليك معي. هذا المتهيب. ليش هو كان لما كلف ما كان فهمان على شو فيه؟ عندي مشكله ساعتها اذا بتقول لي اليوم انه رئيس وزاره اعطي السلطه وما عرفان على مغاره علي بابا اللي افايت فيها، يعني انا اللي عم اقول فيه. اليوم مثل ما تفضل لما ومثل ما قال الاستاذ انطوان انه اليوم حتى الحكومه قالوا انه حكومه مستقلين، كل واحد بيقول لك مرجعيتي السياسيه منعتني من انه احضر اجتماع مثل الموضوع تبع 6 نيسان تبع الفريز اللي هلا بدنا نحكي فيه. اليوم ايعقل انه انا توقعت انه الوزير وزني بالدعوه اللي عملها ما قبل 6 نيسان بقول يعني بلشت الامور في نوع من النخوه ترجع تطلع عند المسؤولين، بس لما بيجي بتطلع بست شهر لا الحاكم موجود لا نائب الحاكم موجود ولا الوزير موجود بقول لك لكن ليس هناك نية ابدا. وتاني شيء يعني برايك موضوع التدقيق الجنائي ما في جديه فيه؟ انا بعتقد اول شيء مثل ما بتعرف رفعنا قانون السريه المصرفيه بي بي بالمجلس بديسمبر مؤخرا يعني اول السنه. طب هلا صرنا 4 اشهر بكره في جلسه تنبحث كيف بدنا نطبقها هذا الموضوع رفع السرية المصرفية ومين له حق يسأل. طيب معقول نحن اعطينا حالنا 12 شهر بمجلس النواب صار مرة 4 اشهر وبعدنا عم نشوف مين له حق يسأل ومين ما له حق يسأل. تاني شيء العلة وين استاذ فؤاد؟ العلة انه اليوم ليس هناك نية جدية عند هذه الطبقة اللي حكمتنا من سنة 95 لليوم انها تفتح اي من الملفات الماضية. انا اليوم يلي شايفه انه لما نجي عم نقول عجلونا نعمل حكومة الهدف خلينا نرجع لموضوع هالموضوع هيدا. اذا نحن شعب لبناني مثل ما كنا عم نحكي قبل ما نطلع على الهواء نحن كشعب لبناني شو بدنا؟ بدنا نعيش بكرامة، بدنا مصرياتنا نقدر نحط ايدنا عليها، بدنا وظيفة، بدنا مستشفى، بدنا مدرسة، صح الموضوع الامنية يعني الاشياء البسيطة بحياتنا اليومية. ايعقل انه اليوم نحن ما بدنا نشوف الحقيقة كشعب لبناني ومنيجي منتوقع هل يا ترى سوف يكون هناك مسحة رسولية بمحل ما تشيلنا مثل ما كان يشيلنا بالماضي؟ نحن الشعب اللبناني لازم ناخد قرار اذا نحن عايزين فلوس من الخارج وعايزين نرجع الثقة بهالبلد ونخلي اهلنا اللي موجودين بالغربي يحولولنا مصاري مثل ما كانوا يحولوا، ساعتها بدنا ناخد قرارات الصعبة وهالطبقة المنظومة نشيلها بالكامل من السيطرة. اذا هدفنا بالاخر ما نعطل بالخارج نحن بالداخل هذا الوضع صرنا عايشين فيه كل المدة. وإذا بتتذكر بتأخر تموز أرسل حاكم بنك المركزي رسالة للحكومة شو بيقول؟ بعد معنا شهرين للدعم، هاي صرنا بشهر 4 وهلأ بيطلع وزير المالية بيقول بعد في 100 مليون دولار إنه بعد في آخر أيار، وهلأ عم نحكي إنه بينزل الدعم بنشيل الدعم بعد رمضان. أوكي كله هيدا عظيم بس نحن كشعب لبناني إذا متوقعين ما نحس. طيب الشعب كيف ممكن يعبر عن رأيه غير الانتخابات النيابية المبكرة اللي مسكرين عليها؟ انتخابات النيابية المبكرة اليوم لح تصير ما في مبكرة، خلينا نبلش بها العادية إذا صارت وبوقتها. أنا توقعاتي هالطبقة السياسية توقعاتك بتصير؟ توقعاتي إنه مش لح يحاول هالطبقة السياسية، هذه أول مرة بلبنان الطبقة السياسية المنظومة الحاكمة عندها 100 نائب بال 122 شال منهم 10 يلي هن استقالوا أوكي أو توفوا، صفى عندك 118 عنده 100 واحد منهم. خليكوا واقعيين، ليه اليوم أنت بدك تغير يلي أنت بتملكه وماسك فيه البلد حزب الله وحلفائه؟ هون حلفائه مش بقى حلفائه تيار الوطن الحر، حلفائه تيار المستقبل، حلفائه تيار الوطن الحر. الوزير جنبلاط بنعرف طلع عند رئيس الجمهورية لأنه شايف الآخر أنه مصلحته هلا يقلب أكترية كلهم ما في إلا في عنا في هاتنين ثلاثة المستقلين اللي بعدنا موجودين جوا وعندك القوات اللبنانية اللي مين في غيرنا؟ ما في حدا. أوكي لكن أنا بعتقد اليوم هذه المجموعة إذا فيها ما تعمل انتخابات وتأجل الانتخابات وجرب تفرض رئيس جمهورية جديد وترجع الحكومة مثل ما هي بدها تخلي الأمور مثل ما هي ماشي. لكن نحن كشعب لبناني بدنا نشوف الحقيقة بقى وبقى دلنا بالإشر عايشين بحلم إنه رح تجي هناك تغييرات بدها تجي من عنا. نحن كل شيء المطلوب من العالم اليوم إنه ما بقى تعطوا مصاري لهالبلد إلا بشروط، والشروط أولا حكومة ما يكون إلى أي علاقة لا بالقريب ولا بالبعيد من أي منظومة كانت موجودة فيها. ما فيك تنقي واحد من المنظومة الفاشلة والمنظومة اللي وصلتنا لهون وتقول سوف نبني إصلاح عليه، وخاصة بالتنسيق مع حزب الله. يعني اليوم خلينا نكون واقعيين،
منشوف نحن كل هالمنظومة السياسية تحولت ما بعد الانتخابات من مشكل سني شيعي لمشكل ماروني أو مسيحي مسلم، أوكي مسيحي سني، واليوم كل الملامة هي على المسيحيين، أنتوا عم توقفوا الحكومة، أنتوا عم توقفوا كذا. سؤالي لإلك اليوم، العالم يلي عم تحارب بـ بـ بالمنطقة الخليج باليمن هن حزب الله مش المسيحية اللي عم يحاربوني. لما بتجي المشاكل بالعراق بسوريا بليبيا، لكن نحن ليه عم نجرب نحط الملامة على شخص تاني؟ عم تحط الاصبع على الجرح. هيدا الواقع. اليوم في عنا حالة غير طبيعية بالبلد، اذا ما وصلنا لعملية انه نقعد كلياتنا على طاولة بما فيهم حزب الله، لانه حزب الله بالاخر مكون لبناني. تعالوا يا حبيبي اتركوا لي اجندتكم الاجنبية الخارجية، ما بقى فينا نكون نحن جيش اقليمي تنكون وسيلة من وسائل المحاور الموجودة فيها. فينا ساعتها العالم بقول لك اهلا وسهلا تقعد نحكي، بس طالما حزب الله من 2005 لليوم سيطر على الدولة وكملها بعملية هالقانون الانتخابي وصدر الزعيم السني ليكون رئيس وزارة والزعيم الشيعي رئيس مجلس، انا بعتقد عم نضحك على حالنا، فرانك ما حيفوت على البلد. استاذ فؤاد مخزومي، بدنا نحاول نعرف وين صارت جهود تأليف الحكومة. ينضم إلينا الكاتب السياسي علي حمادي. صباح الخير. صباح الخير لك وللأستاذ مخزومي. بدي استفيد من معلوماتك الصحفية، آخر المعلومات عن وضع التأليف، نحن هلأ وين؟ بعدنا محلنا؟ ايه نعم بعدنا محلنا. يعني كان في هيك لائحة أمل من خلال الضغط الخارجي الذي يعني بدأ يتكون ويتعاظم على الأفرقاء، مجمل الأفرقاء ولا سيما فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، تقاطع عربي أوروبي حتى الأمريكيين من دون أن يكون لديهم يعني اهتمام خاص بلبنان ووضع ورفع لبنان إلى مرتبة أعلى باهتماماتهم، لكنهم يتركون المبادرة الفرنسية يعني ما تأخذ مداها. هذا الأمر تجلى في البيان المكتوب الذي قرأه مساعد وزير الخارجية لشؤون السياسية ديفيد هيد، الذي يعني زار لبنان قبل أيام. طبعا هي زيارة وداعية وهي آخر زيارة، يعني آخر نشاط له قبل ما يتقاعد، لكنها زيارة استطلاعية وزيارة لتقديم تقرير لمن سيخلفه في هذا المنصب. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه هناك تعاظم بال يعني مثل بيسموه بالإنجليزي build up، يعني في بدأت كرة الثلج تكبر لدى الأوروبيين فيما يتعلق بمسألة عرقلة الحكومة. بكرة الاثنين في اجتماع لجان يعني لوزراء الخارجية الأوروبيين، لكن رح يحيلوا ملف لبنان إلى لجنة مختصة. هذه اللجنة المختصة بدها تعمل إطار للعقوبات، لأنه مثل ما بتعرفوا الاتحاد الأوروبي مؤلف من 27 دولة، 27 بحاجة أن يوافقوا على إطار للعقوبات، وخصوصا أن هذه عقوبات ليست عقوبات مرتبطة بالإرهاب بأسلحة دمار شامل أو بحقوق إنسان، هي مرتبطة بمسألة ذات طابع سياسي داخلي، وهي قد تكون من الأمور يعني الجديدة على الاتحاد الأوروبي. الفرنسيين يدفعون إلى الأمام بهذا الأمر. الأمور ما رح الخلاصة ما في حكومة. الخلاصة بالوقت الحاضر ما في حكومة، والمعلومات الواردة إلينا يعني من المعنيين بالمقاعد الأمامية لتشكيل الحكومة إنه بعد مسكرة، وهناك قناعة مثلا لدى الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، يعني رئيس التيار الوطني الحر، يعملون جهدهم لكي يخرجوه من المعادلة، وهو لن يعترف. نحن أمام واقع هيك مغلق. يعني أنا بدي أتشكرك الكاتب السياسي علي حمادي. أعود إلى ضيفي الأستاذ فؤاد مخزومي باستوديو واحد بصوت لبنان. كنت عم تحكي عن دور حزب الله وأنه هو إذا بدنا نقول عنوان المشكلة الأساسية، المعقل الأساسي. طيب يعني هيدا بيدل كمان أنه الحكومة إذا كان في دور لحزب الله محوري فيها ما رح يكون في حكومة قريباً.
يعني توقعاتك لهذا الملف؟ أي حكومة ممكنة بعد كل هالفترة، يعني عم نحكي من أيلول من وقت ما انطلقت المبادرة الفرنسية لليوم، بعد الأمور بالمربع الأول؟ أول شيء موضوع المبادرة الفرنسية، أنا بعتقد انتهت المبادرة الفرنسية مع احترام الكامل لكل هلأ كل واحد شال منا شيء. أول شيء المبادرة الفرنسية كانت مبنية على الإصلاح، مبنية على حكومة اختصاصيين، على حكومة بالآخر على أنه الطبقة السياسية تدعم الحكومة بس ما هي ما تشارك فيها. هذا كانت المبادرة الفرنسية الأساسية. وإذا بدنا نعمل اليوم نوع من حكومة إصلاح، أول شيء بده يعمل فيها التدقيق الجنائي، بدنا نعمل فيها عملية نعرف حالنا حجم التفليسة. أنت اليوم إذا بتروح عند بنك وتقول له بدي مصاري لأنه بدي صح وضع المالي، بده يعرف حجم التفليسة اللي عندك. نحن رافضين حتى نعترف انه في عنا تفليس، يعني بعدنا اليوم نسمع حزب المصارف اللي موجود مجلس النواب ولا المسؤولين ولا الضغط على القضاء ما بدهم تنفتح هذه الملفات، لانه نهار بدها تفتح واحد ما حدا يقول لي انه نحن اذا فتحنا ملف الكهرباء رح يتورط جبران باسيل، اذا فتحنا ملف الكهرباء رح يتورط جبران باسيل والحريري والكل. يعني اليوم نحن ما نتطلع بالامور انه في بقى طرف واحد مستفيد من عمليه فساد وحده، الكل انا بعتقد كلياتهم مشاركين بعضهم. بقى هيدا قصه انه انت اليوم ما في تحكي معي تفتح ملف مسؤول عندي بالطائفي لانه هذا بتكون هجمي على طائفتي، لانه رح تفتح ملف الكل، اي ملف رح تفتحه رح تشوف الكل غاطسين فيه لفوق راسهم. انا ما بعتقد هناك حكومه لا بالقريب لا بالقريب العاجل ولا بالمتوسط ولا بالبعيد. في عقوبات؟ انا ما بعرف. شوف موضوع العقوبات عم بسمع كتير، نحن سمعنا بامريكا وقتها انه ب 6 ديسمبر كان مفروض او 6 جانوري يطلع كان في عقوبات، ما طلعت العقوبات. مبدا العقوبات فعليا انت بتعرفها، الدول في عندك وزاره الخزينه، في عندك مكافحه الارهاب، مكافحه تبييض الاموال، وطبعا عندك القرار السياسي اللي هو الخارجي. اليوم المقال يعني كل هالكلام الإعلامي اللي عم يصير انه بالآخر هناك تبييض لصفحة الحاكم البنك المركزي بعد ما طلعت مقال بلومبرغ موجود فيها، ما حدا يقول لي انه بلومبرغ طلعت المعلومات لانه في حدا ضغط عليهم مثل ما بصير عنا ببلادنا تطلعوا مقال مع او ضد تسريبات. هذا كلام ما بينصرف في محل. انا بعتقد العقوبات كل مرة عم نشوف الامور عم تتطور اكتر واكتر. فتح الملف بسويسرا، ملف الحاكم البنك المركزي تبع 386 68 مليون دولار. حلاوته اللي سمعناه من القضاء انه سالوه انتو سعي هيدا المصريات طلعت من حساب البنك؟ قالوا لا هيدا من حسابي بالبنك. قالوا اوكي انتهت هناك. حدا ساله طيب كيف وصلوا هالمصريات لعندك؟ بعدين هلا عم نسمع انه هذه مصاري لبنك تاني تحول لحسابه تيحوله. قلت انا سؤالي حاجة نضحك على العالم. بعدين هناك اليوم سمعنا انه في قضيه بلش الكلام عن قضيه بانجلترا ومعقول يكون في بغير بلاد تانيين. طيب بالحد الادنى اي شخص مسؤول بالعالم ان كان بلاد متخلفه ولا بلاد متقدمه، شخص باهميه وحساسيه رئيس البنك المركزي عندنا بلبنان، اذا في قضايا من حكومه سويسرا، ما عم نحكي من بلاد افريقيه، عم نحكي من حكومه سويسرا، بدنا نيجي نسواه انه هذا هو عمل سياسي. اي عمل سياسي؟ بالحد الأدنى يجب كف يده لحاكم بنك المركزي تنتهي الدعوة. نحن ما عم نقول لك نحن عم نقول هو متهم وغير متهم، بس لا يمكن أن يكون دولة مثل سويسرا يلي معروفة بحيادة وطلبت مساعدة قضائية من الحكومة اللبنانية تتساعدها بهالمواضيع وكلياتنا بعدنا لهلأ عم نمغمغ الموضوع. بالحد الأدنى يطلب منه كف اليد وقعد على جنب تنتهي التحقيق، لأنه أنت صورتنا نحن عند العالم وعلى المستثمرين بالعالم. هل تعتقد أنه في أي مستثمر رح يجي يحط فرنك بهالبلد في حالة كان شايف أنه في علامة استفهام على رئيس السلطة المالية يلي موجودة ببلد مثل لبنان وبعد هالوضع الانفجاري اللي صار عنا؟ أنا بعتقد اليوم إذا عمل الحريري حكومي نجح يعمل حكومة بضغوطات مثل ما سمعنا ضغوطات عم تنعمل، أنا بعتقد يعني لا في إصلاح، نحن نازلين على الآخر. الهدف بيكون من هذه الحكومة فقط السيطرة على الانتخابات تيحافظوا على حالهم بالأكترية تيمرروا القوانين لحتى تطالون هن. أنا بعتقد كلياتنا نحن كشعب لبناني ما حدا يقول لي مين الثورة ومين الثورة، كل واحد لبناني متضرر من هذه السلطة هو ثورة وضد هالنظام الموجود فيها. وبتمنى على الكل نبلش نفكر بالمصلحة العامة مش بالمصلحة الشخصية. بالنسبة لموضوع نرجع على موضوع القضاء، لا أنا مصدوم
من الطريقه اللي كنا بنعرف انه هناك قضاة فاسدين وبنعرف انه في تدخل سياسي، بس كنا نعرف انه في قضاة نزيهين بنفس الوقت يلي كنا معولين عليهم انه يفتحوا الملفات. انا خوفي بعد ما شفنا هون ما حدا منا بقى مأمن على موضوع القضاء، لانه كلياته صفى مسيس ومسيس. موضوع تحقيق ببيروت، القاضي صوان بيجي كيف بيتهم وزيرين انه تعالوا خلينا نحكي نحن وياكم، يقال يقيلون للقاضي والوزراء بيسافروا. اخي فسر لي كيف تصير هالامور هيدي. برايك القاضي الجديد او محقق العدل الجديد لن يجرؤ على المس بالسياسيين؟ انا كل شيء بسمع عنه، انا ما بعرفه شخصيا، انا ما بعرف، بس اللي بسمع عنه انه زلمه سريع ببت القضايا ملفه واطلع عدد من الموقوفين الابرياء. اوكي، لكن اليوم انا بعتقد هذا الشخص معولين عليه، هل يا ترى رح يسمحوا له انه يمشي؟ ما عم بقول لك هو عنده خوفه ومنه خايفين من حدا، بس هل يا ترى سوف يسمحوا له انه كيف يردوا؟ وعدنا انه بخلال اسبوعين ثلاثه، قطع الوقت. بتمنى انه بالاخر نسرع، خي معقول انفجار بكبر الجريمه اللي صارت بلبنان بعد 9 أشهر ما بنعرف شو صار؟ وعدنا رئيس الوزراء بخمس ايام، ما بعرف باي عصر كان عم يحكي، خمس ايام وصلنا هلا 9 أشهر ما بنعرف. وبعدين اجوا الانجليز واجوا الفرنسويه واجوا الامريكان، وين هالتقارير اللي طلعت حتى بالاخر؟ طب منهم احنا ك ك ك كمواطنين لبنانيين انه فعليا هناك حقيقه وهناك قضاء. بدي افتح المجال الاقتصادي او الجانب الاقتصادي بالموضوع قريبا، مثل ما قلنا في رفع الدعم او ترشيد رفع الدعم كما يقال. بتعرف استاذ فؤاد مخزومي انه زاد مصروفك الشخصي سيارتك الخاصه استهلاكة وكلفتها شهريا؟ لاحظت انه زادت طبعا. هلأ بدنا نعرف قديش تقريبا زادت. راح ينضم لإلنا الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير لإلك، صباح الخير لضيفك سعادة النائب الاستاذ مخزومي. صباح النور. بدي نتيجة هالدراسة اللي عملتوها وسريعا، قديش صار كلفة اقتناء سيارة خصوصية اليوم في لبنان؟ اليوم عملنا دراسة على سيارات عادية ومتوسطة اللي بيملكوها أكثرية الشعب اللبناني، يعني ما عملنا سيارات اللي كتير وضعها صعب ولا السيارات الفخمة. فاليوم كلفة السيارة بالسنة هي 8,100,000 ليرة، يعني الحد الأدنى للأجور ما بكفي، يمكن يعني 675,000 ليرة شهريا واعتبرنا الحد الأدنى. يعني اليوم قلنا استهلاك السيارة 5 تانكات بالشهر، يعني 60 تانك، يعني تقريبا تانك وربع أسبوعيا لهذا المينيموم. وكيف عرفنا هاي النتيجة؟ اليوم لبنان استورد حوالي 90 مليون صفيحة بنزين السنة الماضية على 1,500,000 سيارة، يعني اعتبرنا انه 60 تانك بالسنة للسيارة. هيدا هون انا بدي اوقف مع الشيء اللي ذكره الاستاذ مخزومي، انه عمليا هاد الدعم لوين وكيف ما مكفي. نحن عم ندعم البنزين، يعني كل تانك بنزين هلا عم نستهلكها عم ندعمها ب$8. مش مصرف لبنان، هو مصريات الناس، خليها تكون واضحة، هو مش مصريات الدولة ولا مصريات مصرف لبنان، هو مصريات الناس اللي عم يبددون على دعم غير مجدي. بعد مرور سنة تبين انه هاد دعم غير مجدي، فنحن اليوم دعمنا البنزينات. طيب بقية الاشياء المتعلقة بالسيارة ما عم ندعمها، ما في نقل عام، اوكي صارت السيارة بلبنان مش كمالية، صارت ضرورية. طيب عندك الزيت اللي هو مستورد وهو بالدولار، فاليوم اذا قلنا كل بالسنة انت بتغير 4 مرات الزيت، اعتبار انه السيارة اللي تعيتك بتمشي 200 أو 220 كيلومتر بالتانكي، يعني انت بدك بالسنة 800,000 ليرة غيار زيت. كل مرة بتغير الزيت 4 كيلو، متوسط الكيلو 50,000 ليرة، في ب40 في ب8، حطينا 50,000 بيطلع بدك 800,000 ليرة. في عندك زيت الاوتوماتيك، هذا كمان الكيلو 100,000 ليرة، 3 كيلو كل 3 سنين بتغيره، هذا مش كل شهر ولا كل سنة، يعني عندك 100,000 ليرة زيت الاوتوماتيك. عندك فلتر الزيت، كل غيارين زيت بتغير الفلتر مرة، حقه 65,000، يعني 130,000 ليرة بالسنة. عندك البوجيات بتغيرهم مرة بالسنة، عندك 4 بوجيات حقهم 160,000 ليرة. عندك المكيف والغاز تبعه بالسنة هي 250,000 ليرة. عندك مساحات الإزاز، هودي كل سنتين بتغيرهم مرة، حقهم 150,000، يعني كل سنة 75,000. عندك الدوليب، هودي اللي ذكرهم قبل شوي الأستاذ مخزومي كمان، الدوليب حقه هذا المينيموم $50. إذا أنت بدك 4 دوليب 650,000، بدك كل سنتين تغيرهم مرة، يعني بدك 1,300,000 ليرة غيار دوليب كل سنة. عندك البطارية، بطارية معدلة عمرها سنتين وكم شهر، كمان البطارية حقها $50، نحن حسبنا الدولار على 13,000. عندك التأمين 1,200,000، عندك رسوم الميكانيك خفضوها بس في حدود 100,000. الرقم الإجمالي اللي وصلت له،
نعم الرقم الاجمالي اللي وصلته له 8 مليون و100 الف. سيارة 8 مليون و100 الف، الثمن على 12 شهر يعني 675 الف، يعني الحد الادنى للاجور. هذا بفرجينا انه هذا الدعم غير مجدي وما راح يوصلنا لمحل. خلينا لا ندعم، برجع بقول يعني لا بدنا دعم للسلعة مثل ما هو، ولا بطاقة تمويلية ولا بطاقة تمويلية، بدنا نروح على دعم الليرة. هو مصريات الناس، خلي مصرف لبناني يبلش يردهم على دفعات، يعمل سيولة بالدولار مش بالليرة مثل ما هلأ عامل. ساعة منصة 3900، ساعة منصة 6240، وكل يوم ساعة. خلينا نروح على دعم الليرة من خلال ضخ الدولار، وهيك بنبلش نخفض الأسعار. لأنه شكراً شكرا للباحث في الدولية بالمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين. أستاذ فؤاد مخزومي، يعني أعطي صورة أول شيء عن الأعباء اللي على الناس من دون رفع الدعم، رايحين على ترشيد رفع الدعم قريبا مثل ما تفضلت حكم وزير المالية قال بآخر أيار. نظرتك لهذا الموضوع، ما يجب أن يحصل؟ شو لازم نعمل لحتى نخفف وقع هذه الأزمة على الناس؟ شغلتين بس بحب أذكرها. اجتماع اللي صار مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة من يومين، بيقول الوزير غجر بكل أول مرة وبيعتبر أنه جريء، قال أنه نحن شو عم نضيع وقتنا، ما معظم هالبنزين اللي عم يجيبه الفيول عم يتهرب على سوريا، يعني قال علني. تعطيك فكرة، نحن سنة 19 استوردنا 1170 طن فيول، سنة 2020 استوردنا 5700 طن فيول، ونحن سنة 2020 كان عندنا كهرباء عم تعطينا الدولة أقل بكتير. يعني هذه الأرقام بتفرجيك إنه نحن عم ندعم شيء مش للمواطن اللبناني. اليوم إذا نطلع على دراسة اللي عملتها مرة الحكومة واللي عملها المجلس الاقتصادي وكلياته، بيقولوا لك إنه نحن كنا عم ندعم 7.2 مليار دولار قيمة الدعم السنوي، السنة الماضية وصلت ل 6.2 مليار دولار، مليون دولار مليار دولار يلي هي لمصاريف الدولة، عم تحكي البعثات الأجنبية والمواضيع هذه كلها، طبعا عندك تقريبا بحدود ال 5.2 أو 5.3 مليار دولار شهري سنويا. يعني أنت تقريبا عم تحكي بحدود حوالي 500 ل 600 مليون دولار كل شهر نحن بندفع حتى بالآخر نعمل دعم. طيب خلينا نقسم هالموضوع. كل الدراسات تبع البنك الدولي، مؤسسة النقد الدولي، ولا اليونايتد نيشنز، ولا الاسكوا، بيقول لك من هالدعم يلي هو تقريبا 12 مليون دولار يوميا، 20% بيروح لللبناني يلي عايز، يعني والباقي اليوم. ولو انا اعطيك هالمثل، كنا بمجلس الوزراء مجلس النواب، بسأل وزير الاقتصاد، انا له يا معالي الوزير، هل كب هالقنيط المي حقها 1000 ليره؟ المي لما كانت عم تستورد انت كنت عم تعطيه الدولار على 1500 قبل اكتوبر 2019، وبعد الاكتوبر 2019 بعد عم تعطيها 1500، لكن حق الفلاسفة عم تدفع حق 5000، لكن فعليا انت عم تمول التاجر يلي عم يجيب هالبضاعة. تماما. ولما انت اليوم طلعت لبحدود وصلت بمرحلة 620-630 سلعة، معظمها لتجار قريبين من الطبقة الحاكمة يلي هن كانوا عم ياخدوا التمويل ويبيعوك بالسوق بسعر صرف المحلي، يعني سعر صرف السوق السوداء. بسأل كمان أنا الحكومة بسؤال رسمي، لما أنت عم تقول أنا بدي مول عملية استيراد المواد الأولية للمصانع، يلي بعتقد هذه فكرة كتير إيجابية ومنيحة، هل يا ترى عنا نحن بالدولة نعرف أنه هالشغلة إذا قدمها الصناعي فلان وقال أنا بدي استورد هالورقة بحقها بخمس دولارات، هل نحن عنا فكرة فعليا نحن عم نستورد بخمس دولارات حق الورق، ولا عم نفتح الاعتماد لشركة وسيطة بأبروس أو بدبي أو وين مكان لحتى نهرب مصرياتنا ونجيب البضاعة بأغلى ويكون ظهرنا مصرياتنا لبرا؟ لكن نحن ما بنعرف نعمل هالانضباطية هيدي الموجودة، ومع هيك عم كفيين بعملية رفع السعر. المطلوب هلأ سريعا، المطلوب هيدي اليوم نحن بكل ال نحن عندنا تقريبا 6 مليون بلبنان ما بين سوري وفلسطيني، يعني عندنا 5 مليون لبناني تقريبا، 5 وشوي و6 لانه اللاجئين والنازحين، لوائح الشطب كانوا 1,700,000 اوكي، يلي هن عمر فوق ال 21 سنه، يعني انت تقريبا عم بتقول الشعب اللبناني فعليا يلي 5 مليون، 5 لحدود 6 مليون، نقول 6 مليون مع سوري والفلسطيني. عم يقولوا اليوم كل الدراسات انه 50% من شعبنا او المقيمين بلبنان تحت نار الفقر، يعني عم نحكي على 3 مليون، إذا بنقسم تقريبا على 4 أشخاص بالعائلة، يعني 750 ألف عائلة، مش 146 ألف عائلة يلي الدولة عم تحكي فيها لا يلي بدهم يساعدوهم. إذا نحن بنطلع بهالمواضيع، هن عم ينقال اليوم بالمشروع تبع الدولة إنه بينعطى 100 ألف ليرة للشخص على لا يتعدى 800 ألف بالشهر.
انا عم اقول خلينا نعطيهم 1,200,000 يعني تقريبا على 12,000 عم نحكي $100 اوكي موجود فيها يلي هو مره ونص او تقريبا مرتين لحد الادنى اللي موجود. طيب نحن اذا جينا اعطيناهم هون ل 750,000 عائله مش ل 146,000 عائله بنكون فعليا عم نعطيهم تقريبا بحدود حوالي $900 مليون سنويا. قديش الرقم بعيد عن ما يصرف اليوم لما نحن حتى بال 20% يلي اليوم نحن عم نصرفها انتبه 20% يلي عم ينقال فقط المستفيدين من هال 5.2 مليار دولار عم تحكي $1,200,000,000 يعني حتى لو انا بدي اعطي كل مواطن مصاري يروح هو خي ما كل العالم بدها تاكل باستا في ناس ما بيحبوا الباستا بعطيهم مصاري وهن يروحوا يصرفوا مثل ما فيهم نحن فينا بهال ننزل للمليون دولار 900 قول مليون دولار اوكي يلي موجود في هالعيال مليار دولار لا بهالسنه نحن بموضوع الموضوع الفيول اللي عم يتفضل فيه اللي قاله الاستاذ شمس الدين نحن لفيول كهرباء لبنان استوردنا السنه الماضيه $900 مليون بنزين $963 مليون ومازوت $1,075 مليار وغاز $90 مليون يعني نحن في عنا هون عم تحكي 2 ل 3 مليار دولار بس للفيول وعندك $1,000,000,000 يلي هو ادويه انا بالنسبه لي القمح يلي هو $135 مليار هذا لازم يضلوا موجود لانه نحن شفنا عم يصفي حتى في لعب باسعار الخبز ما هذا هو حجمه بس حتى مع ال135 مليون عم يصفي في تهريب لسوريا المواد الاساسيه عم نحكي على $960 مليون سؤالي ما هي المواد الاساسيه خيار شو بتطونيها اليوم انا ليه بدي بالاخر انه جيب النسكافيه يلي هو جولد روح اشتري خي بن 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 طافش روح اشتري بالنجار معلش انه بدنا نوصل نحن لمرحله نطلع بقى من هالفكر انه نحن بدنا نعيش مثل الغرب الموجوده فيها الفيول لفون عله العلال لا مش عمليه عله العلال لحظه هناك اربع شركات اللي هي بالعالم العربي ما عم بحكي لا سيمنز ولا جي اي ألستون ما عم بحكي العالم العربي هناك شركة مصرية أحمد السويدي هناك شركة كويتية فؤاد الغانم هناك شركة إماراتية حسين نواز هناك شركة سعودية عم تحكي أبو نيان بيعملوا كل سنة ألفات الميجاوات لهني مطورين لقطاع الكهرباء هلأ نحن بهذا الظرف قادرين نعمر معامل خليك معي أنا معك نحن لما طرحنا موضوع الكهرباء وانطرح موضوع سلعاتها وكل هالمواضيع هيدي كلياتها انا بالنسبه لي ليه عم نجرب نخترع البارود في ثلاث مواقع بلبنان ثاني شيء بدنا نجيب الغاز ونعمل ثلاثه تيرمينلز للغاز حبيبي الشركات اليوم تلفت الكهرباء تتعمرها الميجا وات بتكلف بين 650 و 850 نعتبر بلبنان في عندك مصاريف زياده $1,000,000 نحن عم نقال بدنا 1600 ميجا وات زياده هو الفرق يعني مليار ونص عمليا نحن بدنا اكثر بكثير نحن بدنا لانه مني اكيد نحن عم نقدر نطلع 1600 ميجا وات مثل ما بتقول الحكومه نحن عايزين بحدود 2.5 وبدنا اذا بنطلع 10 سنين الجايين انت عايز 3.5 ما انت اليوم المولدات عم تطلع لك بحدود ال 1000 ميجا وات وانت المفروض 2600 طلع الدولة بس فعليا ما عم تطلع لنا هالكمية خلينا نقول مع هل مني أكيد هلأ كيف رح تنحل مشاكل الفلسطيني ولا السوري بدنا نعتبر اليوم لكن عنا 6 مليون وعم نزيد بنسبة 2-3% بالسنة لكن نحن خلينا نعمل 4.5 ميجا وات نعمل بثلاث مواقع كل محل 1500 بنفس المواقع يلي اليوم موجودة ما بيخترع مواقع جديدة تصفي بالإشتري عقارات استملاكات نمشي فيها هالشركات عم يقولوا نحن مستعدين نوصل معكم على اتفاق بس نحن ما بنفوت على نبيع للخارج لبرات الفنس تبع الحيط تبع الكهرباء انتوا الدولة بهالوقت بتنظموا نظامكم الكهرباء توزيع الكهرباء نحن عنا 40% خسارة بنظام التوزيع وشبكات التوزيع وبنعمل سمارت ميترز اللي كان هالعقد عطينا البنك الدولي صح موجود وما تنفذ ليه لانه ما عنده مصلحة 40% من الشعب اللبناني ما بيدفع الفاتورة يعني انا وياك عم ندفع فاتورة 1.4% طيب شو اللي بده يتغير لتصير العالم تدفع فاتورة هيني اذا عملت انا سمارت ميترز يعني العدادات الذكية ما بتدفع بطلع لك الكهرباء من المحطة ما بدك ندرجع على القرار السياسي اوكي لك عم بتقول كيف فينا نعمل ايه فينا نعمل هالشغلات مش انه ما فينا نعمل نطلع على البور اليوم الجريمة اللي صارت بالبور ما لحديت ما رح نعرف فيها وانا خوفي انه ما رح نعرف تمام شو صار فيها طيب اليوم البور ليه انا باليوم بدي اركض على شركات فرنسية واعطيها بالاخر العقد انا النهار اللي بدي اتعاطى مع شركات اليوم في عندي البورات تبع دبي 127 بور بملكوه بالعالم
بدل ما اعطيهم هني يطوروها تيصفوا يستعملوا ليها بهالشبكة الكبيرة تبعهم، بروح افتش على بلد ما عنده الا مرساي تيجي بالاخر يعمل لي هون محطة. نرجع على موضوع حزب الله، هل يقبل حزب الله بدور اماراتي؟ سيدي تقول لك شغلة، حزب الله لا اليوم لانه طبقة سياسية كلها بتشتغل له، في عنده مساعد ماروني ومساعد سني ومساعد شيعي ومساعد درزي، شو بدك بهالحكي؟ هيدا انه بالاخر نقول انه المسيحي بيعطل والمسلم بيظبط والشيعي بيعطل والدرزي هذا كلام المرفوض، انا بالنسبه لي هذه طبقه في حزب الله والحلفاء، في حزب الله والتابعين، ما في عنده حلفاء مساعدين، حزب الله ما عنده حلفاء، عنده تابعين حزب الله. طيب لما انا بيجي بتطلع على هالموضوع مزبوط، حزب الله عم يقول هيدا عنده هلا سوبر ماركت السجاد والكارت السجاد وما بعرف شو اللي كله عم يعمله، قديش في ساعد 50,000 100,000 عائلة 150,000 عائلة؟ لن يستطيع أن بالآخر يغطي مطالب الشعب اللبناني، الاقتصاد ثم الاقتصاد ثم الاقتصاد. اليوم إذا كان هناك نية جدية بالمجتمع الدولي أنه يطلق لبنان للمستقبل ويكون لبنان هو بلد عم نأمنه لأولادنا وأحفادنا، هذه المعادلة سكرونا الحدود اضبطوا لي المطار واضبطوا البور، صحيح رح يضلوا حزب الله عنده مواقع خارج البور اللبناني، البورات اللبنانية اللي بينزل فيها، بس صفي أقل بكتير. آخر شيء حزب الله نحن بنعتبره أنه بشق اللبناني هو شريك أساسي بهالبلد، بدنا يقعد على الطاولة تنتعامل نحن وياه لبناء وطن، بس نحن نرفض الدور الإقليمي اللي عم يلعبه تياخد لبنان لسياسة المحاور. اليوم السعودية ليه ما بدها تساعد لبنان؟ لما أنت بتصفي عندك لبنانيين، امبارح سمعنا بالاخبار انه لقوا باليمن مجموعه هون النجباء اوكي وبالعراق اللي هن فعليا لبنانيه وعراقيه، طيب سؤالي لإلك كيف بدك السعوديه اللي عم يتعرض بلدها للدمار والاعتداءات ونحن عنا بالخليج 450 الف لبناني بيعيشوا على القليله بيبعثوا لنا بين مليارين و3 مليار دولار سنويا لاهلنا، بدهم هالمملكه العربيه السعوديه اللي انا بعتبرها هي القبله تبع عمليه لبنان بعمليه تشكيل الحكومه، حاج الكل يلعبوا يروحوا على غير بلاد دوليه وغربيه بدك كله هيدا ما بينصرف بمحل. طالما اليوم ليس هناك نيه لعمليه ان نمنع الخراب والاعتداء على هذه البلاد اللي حامله لبنانيه، ما بتركب حكومة، ونحن بدنا نركب حكومة من الأشخاص يلي بنعرفهم مباشرة أو غير مباشرة تابعين لحزب الله. أنا اليوم يلي عم أقول فيها يلي عم تقول كيف بده يوصل حزب الله، طالما هو بيعتبر أنه جماعته يلي بده ينتخبوه هال 27 نايب ما عنده مشكلة وفي ساعد حلفائه، بيعتبر أنه منه عايز يوصل لهالمرحلة. طيب أنت قديش بتعرف أي بلد بالعالم جرب يتحدى المجتمع الدولي وبالآخر نجح بالاقتصاد؟ برجع بقولك إيه، إذا الشعب اللبناني حابب يحل مشاكله بالداخل وما بدنا العالم، فيك أنت تلعب بهالوقت الضايع بعد ست شهور سنة وحزب الله يسيطر على البلد للانتخابات. بس إذا بدنا نبني بلد يلي في حزب الله وفي حلفاء حزب الله بس بشكل أنه بالآخر ما يكون هناك في سيطرة وتفرد بالقرار، ما فيك تضلك تتعاطى بهالشكل. نعم بده يجي الوقت حزب الله بده يقعد على الطاولة، حزب الله بده يتعاطى مع المستقلين، تعا حبيبي تنبني بلد يلي انت الك دور فيه، بس انت ما بقى فيك تقرر لي مين القاضي يلي بيتعاطى، مين الضابط يلي بيتعين، مين بالاخر المسؤول بالدولة، مين عملية الموظف في الحكومة، هي ما بتمشي بقى ابدا، لانه هالمعادلة الانقلابية يلي اكتملت بال 2018 بعد ما السيطرة الكاملة على البلد بقانون هالانتخابي اللي عطيهن هن حلفائهم الأكثرية، بالآخر ما فيك تبني بلد. بعد معنا دقيقتين استاذ فؤاد مخزومي، بدي استفيد من وجودك لأسألك عما يجري إقليميا ودوليا، مفاوضات فيينا، هل نحن قدام توافق أمريكي إيراني مرتقب وممكن ينعكس على لبنان ونشوف حل حليمة هنا؟ إدارة بايدن هي إدارة مؤسساتية، بمعنى ترامب في عندك كان المبادرات الشخصية تبعه الحس الفردي، أوكي. هون ما بقى فينا حنشوفها بإدارة ترامب، وإذا نطلع على التعيينات يلي حصلت بهالسبع مسؤولين يلي تعينوا بما فيهم الشخص اللي راح ياخد مسؤول على منطقة الشرق الأوسط يلي هي باربرا ليف وغيرها من المسؤولين، هون كلياتهم من مؤسسة الدولة يعني لم يأتوا من الخارج وفردوا، وهون بيعرفوا المنطقة بس ما فغطسوا بمستوقع لبنان، يعني العلاقات الشخصية منها موجودة. أنا بعتقد رح يكون هناك تعاطي معنا على مستوى المؤسسات. تاني شيء بايدن كان واضح اليوم التركيز على الملف النووي، نحن شو عم نحاول يعني
اللبناني يلي له علاقة بحزب الله أو ضد حزب الله أو مع حزب الله، شو عم لك؟ بكرة ضمن التسوية الإقليمية لبنان بيصفي بونس لإيران. حبيبي الحوار الأمريكي الإيراني فقط يتركز على المفاعل النووي، والبرهان على هالمواضيع إنه بالآخر حتى بإسرائيل اليوم وزير الدفاع اللي راح اجتمع مع مؤسسة وزارة الدفاع مش مع رئيس الوزراء، يعني عم نقول انه هيدا التفرد بالقرارات انه كل واحد بيعمل دكان على حسابه ما بقى موجود فيها. انا توقعاتي سوف يصلوا لاتفاق بس مش بالسرعة يلي اللبناني لا حابب يشوفها، والموضوع له علاقة بمواضيع الاتفاق النووي. يعني نحن اذا بدنا الدعم الدولي ماليا بدنا نحل مشاكلنا، وقالولنا المجتمع الدولي حكومة ما إلى علاقة لا بحزب الله ولا بحلفاء حزب الله اهلا وسهلا نحكي معكم، اذا ما حنفهمها ما حيكون في دعم لهالبلد. بهذه الخلاصة نصل إلى ختام كواليس الأحد. بيبقى أنه اتشكرك النائب الأستاذ فؤاد مخزومي على تلبية الدعوة إلى هذه الحلقة، وأشير لمن يرغب بإعادة الاستماع إليها إلى أنه يمكنه ذلك بعد موجز أخبار 9:15 من هذا المساء. كان معكم على الهندسة الإذاعية سيمون صور، ومن خلف الميكروفون شربي المرو. نحن من الأول بالأول غير اللي خلق